مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة اليوم الاثنين بحول الله، الأجواء ستميل دائما إلى صفاء لكن بعد تلاشي بعض الضباب الذي دائما يبقى يميز خلال الصبيحة على الولايات الساحلية الوسطى والغربية. تمركز بعض الرعود مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة بالمرتفعات الداخلية الغربية، لكن رعود متفرقة بالنسبة للمرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية. بالجنوب الجزائري استقرار لكل العناصر الجوية عدا بعض السحب العابرة بمنطقة الثورة شمال الصحراء ومنطقة الواحات، زوابع رملية بكثرة فيما يخص الصحراء الوسطى، مرتفعات الهجر وتصلي وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري. عند درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 4 درجات إلى 10 درجات بالمناطق الداخلية، 7 درجات بالجزائر العاصمة عنابة سكيكدة، 12 درجة بوهران ومستغانم، 14 درجة بغردايا الواد بسكرة ورقلة حسين سعود، 13 درجة بولاية بشار، 19 بتندوف، 18 بأدرار عين صالح لتقارب 24 درجة فيما يخص برج بجي مختار وعين قسام. خلال الظهيرة بحول الله درجات الحرارة القصوى إذن ستشهد ارتفاع وخاصة على المناطق الداخلية الغربية، 26 درجة بغليزان، 23 درجة بتلمسة، 22 درجة بوهران ومستغانم، 21 درجة بالجزائر العاصمة، 18 بعنابة سكيكدة، 18 ببتنة، لن تتعدى 30 بشمال الصحراء، سيكون نفس المقياس بورقلة حاسم سعود، 34 درجة بكل من تندوف أدرار عين صالح تقارب 42 درجة فيما يخص برج بجي مختار وعين قسام. أما للملاحة والصيد البحري، البحر دائما سيبقى هذا إلى قليل الاضطراب محليا، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر على السواحل الوسطى والغربية، 30 كيلومتر على السواحل الشرقية. الرياح ستأتينا وفق التيارات إذن شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية، إذا غروب الشمس ليخص العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 7 مساء و13 دقيقة. عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة.